بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كلنتي وعن أرضي ومادتين التاريخ ده فصل كتدوات وان كدرسي جنوان تحن قلنا خلافة عمر بن الخطاب. درسي ودرسي جسد حاد مادتين التاريخ ده عشان درسي قد قال له خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر عمروح وها أكبر أعوان أبو بكر كو غرغارة أما العاوية أو بكر كو وين بكملها في تصريف أمور الدولة الإسلامية ما مولد في تصريف الدولة في تصريف أمور الدولة الإسلامية ما مولد أرمها الدولة الإسلام كما كلا ما موليو نيكيو وين عاون شرا أيوها ما أو كالمين شري. وكان أبو بكر وحو يرى مذاركة ما له وحو ليهي عمر من صفات صفوين جليلة ووين وتؤهله إهل ودقسة لتولية أمور المسلمين إنه قبط أرمى المسلمين تمضح نقضه من بعده سجد بدي. ولكن ما سيش مع ذلك يضو تاسجرته وأبو بكر واركي إنه كهب ميهي إن عمر بن الخطاب إنه مسلمين تمضح نقضه قبطه لم يكتفي كم كافتو بن أبو بكر برأي رأي جسكم كافتو بن مؤرن ما دام ساي هيكلي سقو مقعوي وحك وحسمي وقت الشد بل سكب داين كم كافتو ما رأي جس الشاورة وحلا تشد كبار الصحابة الصحابة الكود ووينا فاتفقت وحسكوا فقد آراءهم رأيدود على أن عمر بن الخطاب خير من يتولى الأمر إنه هيك أقوى ناكسن إذا قبط أرنت مسلمين تا. فعهد مركا بلنكو لقل إليه عمر بن الخطاب أي بالخلافة بحت المدى بلنكو لقل مركا وليه الشيء أو بكر وبايعه حليه الشيء وقال شيس لقل المسلمون مسلمين فهشيس لقل خليفة لهم إنه مدحوا النقضه من بعده أو بكر دبدي. وكان ذلك أرنت السوحة يحيد يوم الثلاثاء ما ننسى لاساء 22 من جماد الآخر لبي الله تنكي بشا جماد الآخر سنة مركة هيد 13 من الهجرة صدح يطمن مركة هيد سنة دي هجرة أيها هيد. وكان المسلمون المسلمين توحي هاين في بداية عهده وقت جيس بلوغيسي وحي هاين عمر بن الخطاب وقت جيس بلوغيسي يدعونه كوويره بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة نبي محمد. لكنهم سيشي استحسنوا وحي لو ناك سناتي فيما بعد وانت كدب تسميته انهم بحيان وكما قعابان بأمير المؤمنين أميركي مؤمنين تنين وكما قعابان وكدايان خليفة رسول الله. وكان وحى عمر بن الخطاب أول من قفك يهري يسمي الله بحي بهذا الاسم مقعه من الخلفاء وخلفاء كمده. إن هل كان وحنه كشيكي عمر بن الخطاب إنه رجي أواوينا يوكال من شري أبو بكر ما مولد في التصريف وما مولد أمور الدولة الإسلامية مركز لما مولي أرمها الدولة ده. رجي قوانا كانت شنشري إنه عمر بن الخطاب كمدها أي نوع شيك إن وحكى لو شيك أبو بكر إنه أركي صفاتك وناكسن وليحي عمر بن الخطاب مدو قلمة تؤهله مدو إهل وكدكتو قلمة لتولية أمور المسلمين إنه قبطه وضحت لماذا مسلمين ده. من بعد سجد بدأ أبو بكر كدب لكن إذا أرنتها سأي جرتو وأبو بكر سيدا واركي هادانا رأيي سكو موقعنا وحلا تشهد السحابة كود ووينا كدب رأيي ذو حسكوها فقين نعور من الخطابي هي قف قوونا كسن يا قوان كرا مضحت المدى مسلمين تا كدب نهشيس بوكو لقل خلافة دي مسلمين تنهشيس بي لقلين إنو خليف نقضي أبو بكر دبدي أرنتها سنوحي دعضي مالين سلاسة طبي الله تنكي بشة جماد الآخر سنة دي صدحية طبنا دي هجري مسلمين تمركا وحيان بي. وكان المسلمون في بداية عهدي
muslimiintu waxaan waqtigiisa bilowgiisii cumar bin khataab yadcuunahu bikhaliifati rasuulillah, kuwa ugu yeedha khaliifkii rasuulka. Laakiin intaa kadib waxay wanaajisteen ama la qumanaatay inay u bixiyaan amiirka mu'miniinta, wuxuuna ahaa qofkii u horreeyay loo bixiyo amiir almu'miniin ee khulafada ka mid ah. Waaya ahamu acmaalihi, shaqooyinkii ugu muhiimsanaa uu qabtay, kuwa ugu muhiimsan ayaynu soo qaadanana. Wixii xafalat khilaafata amiir almu'miniin, waxay la kulantay khilaafadii amiirkii mu'miniinta cumar bin khataab biacmaalin jaliila, shaqooyin waaweyn ayay la kulantay, wantisaaraatin cadiima, iyo guulo waaweyn, wantisaaraatin guulo cadiimatin waaweyn. Watajallat, waxay ka muuqanaysaa wii tilka alacmaalu, shaqooyinkaasi, walintisaaraat, iyo guulahaasi, fii ciddati umuurin, arrimo dhowra, ahamuha waxa ugu muhiimsan arrimaha. Kow, wuxuu la kulmay alfutuuxaat, furashooyinkii muslimiintu ay furaneen dhulkii gaalada. Wahiya futuuxaadkaas waxay ahayn istimraaru liacmaali abubakar, in la sii wado shaqooyinku qabanayay abubakar filmeydaan uu garoonka markaa macnaa uu meesha uu ka qabanayay khilaafada muslimiinta markuu hayay, shaqooyinkii uu qabtay iyo futuuxaadkii furashooyinka muslimiinta in la sii wado. Waqad najaxat, way guulaysatay buu yidhi, juhuudu lmuslimiin, muslimiintu dadaalkay wadeen, xayu fataxu lciraaqa, marka ay furteen ciraaq, wa bilaada faris, iyo dhulkii faris markay furteen, furus la odhan jiray, waqadow, waxay baabiyeen cala alxukmi alfarisiyi, xukumkii reer furus ayay baabiyeen. Waqtiga waxaa jiray laba dowlado awood badnaa oo dowladda furus la odhan jiray iyo ruum. Kamaa fataxuu, say u furteen baa shaama, shaam bay furteen, wa filistiin, waxay kaloo furteen filistiin, waa misr iyo masr bay furteen. Futuuxaad waaweyn buu la kulmay markaa cumar bin khataab, oo ay ka mid tahay inay furteen ciraaq iyo furus, iyo inay baabiyeen xukunkii faarisiga ahaa, waxay kaloo furteen shaam iyo filistiin iyo masar. Qodobka labaad wuxuu ahaa acmaashii iyo shaqooyinku qabtay kuwa ugu muhiimsanaa binaaulmudun, inuu dhisay magaalooyin oo ka dhisay filaqdaar almaftuuxa, goboladii la furtay ayaa wax ka dhisay magaalooyin waaweyn. Magaalooyinku dhisay waxaa ka mid ahaa mitl kuufa, sida kuufa oo kale, walbasra oo fi lciraaq, basra oo ku taalay ciraaq, wa fustaad oo ku taalay fi misr, fustaad oo ka mid ahayd oo ku dhex taalay iyaduna masar. Litakuuna, se u noqoto haadihi lmudun, magaalooyinkan sababta loo furanay maxay ahayd ama loo dhisay? Litakuuna, se u noqoto haadihi lmudun, magaalooyinkaas se u noqdaan qawaacida, saldhigyo u noqdaan intilaaq, qawaacida intilaaq, se u noqdaan meel ay ka baxaan oo ay ka tagaan lijuyuusha alislaamiya, se u noqoto meel u ah saldhig ciidamada muslimiinta ayaa loo furay oo loo dhisay magaalooyinka. Qodobka labaad aan ku celino wuxuu sameeyey binaaulmudun, in la dhiso magaalooyin waaweyn oo laga dhiso filaqdaar almaftuuxa, goboladii la furtay iyo dhulkii la furtay in laga dhiso magaalooyin waaweyn, sida mitl lkuufa, sida kuufa oo kale, walbasra oo ku taala fi lciraaq, walfustaad meesha ladhaho ku taalayana fi misr, masr ku taalay. Maxaa arrimahan loo dhisay, maxaa loo dhisay magaalooyinkan ama goboladan? Litakuuna, se u noqoto haadihi lmudunu, magaalooyinkaas se u noqdaan qawaacida intilaaq, saldhigyo ay ka duulaan lijuyuusha alislaamiya, ciidamada muslimiintu meelo ay ka duulaan oo saldhigyo ah se u noqdaan ayaa loo dhisay. Marka labada qodob baa ka mid ah qodobkooda alfutuuxaat, oo meel la furtay soo hooskaliyaan kuwan ciraaq iyo faris iyo shaam iyo filistiin iyo masar, iyo inay dhiseen magaalooyin waaweyn ka dhiseen meelii la furtay, oo basra ay ka mid tahay, fustaado masar ku taal, masar ku taal ay ka mid tahay. Sababta loo furanaya loo dhiseen ahaydna si u noqdaan markaa saldhigyo ay ka duraan ciidamada muslimiintu. Halkaa inay ku joogto casharku. Salaam.